Ladies and gentlemen, it is me again. This is him again. Chef with no name. We got my boy right here, my assistant, Nabili, cousin Nabili, as you can see. He's the other assistant. What we're gonna do today is very simple, very easy. We're gonna make what I call a Mediterranean salad, you know? And some burgers, Moroccan burgers. Moroccan burgers, what do you think? Moroccan burgers, so that's gonna be for today. We gotta start with the salad. It's easy, very plain, nothing complicated. Anybody can make it. A 5-year-old boy or girl can make it. If I can make it, he can make it. All of us, we can make it. That's how simple and easy it is. All right, what we need for the salad is, again, easy to get. Pepper, green pepper, get some cucumber. Very cute cucumber. And also we need some red onion. We need some, little bit of cilantro. And also we have what's called pepperoncini, which is a type of a pepper that's been preserved pepper. And also we got black olives and we got some feta cheese, if you guys love feta cheese. All right, again, what we gotta do is plain and easy. You need a cutting board, you need a knife again, and you gotta have some skills with a knife, you know? You can't just get the knife. Always gotta get some skills, all right? All right, don't play this in your own home. This is just here with me and my assistant right here, all right? All right. اخنا بين كل تشرح ل يعني للحاضرين معنا باللغه العربيه يعني شنو تقال في هاد الخلاصه ديال هادشي اللي عندك دابا حاني ندير البرجر البرجر نسيت حاني ندير كفيتا سحر مع حمار سير اخي تكلم كفيتا لكن لا وثيقه لا كما وريتكم تقنيات ديال استعمال السكين كما شفتوا هي تقنيه عاليه الاخ نبيل واش كيخص يعني كاين شي ناس كيخصهم يمشيو يقراو على التقنيه هذه كاين الاخ طبعا واخا تدخل شي شويه انا تخلعت صراحه ولكن هو بالتحكم عنده في السكين كيتحكم مزيان بشكل كبير خلاني انني كترتاح معايا في الماء يعني ما تخاف يمشي لك لا يد ولا صبع ولا ودن ولا شوية الشعر من ديك الحية اللي عندك إذا الأخ نبيل إلا بغيتي تهضر لهم شوية على يعني الثقافة المغربية كيفاش كتمثل يعني الطبخ المغربي في يعني على الصعيد الأوروبي والأمريكي وهذا أصاحبي شوتي أنا خاطر واش انا جايبك وتكلمنا شي شويه على الطبخ صاحبي واش هاد الورقة على الورقة هادي هادو كنسيتي اوراق ديال يعني ملي كتكون عندي شي ملاحظة ولا كنزدت بزاف من الحاجة نقيدها ولا كتطلع شي حاجة حامضة ولا حارة كيخصني نقيدها باش ما نعاودش نديرها عاوتاني مزيان مزيان هادي كيما انا ممكن نستافد من هاد القضية هادي انه الشاب ديالنا قال بانه دائما كيستعمل الورق والقلم باش يجي يكتب يعني الاخطاء اللي كيديروا ولا المطبات اللي كيوقع فيهم باش ما يوقعش فيهم مره اخرى اخ نبيل واش هنا هضر مع الناس الجميع في العالم كتهضر غير مع واحد الطرف ومخلي طرف واحد اخر كما كنعرفوا في الطروفه حنا المغاربه مبلين بالطروفه كاين اللي كيبغي طرف الخبز وكاين اللي كيبغي طرف ديال العاقه وكاين كيبغي طرف ديال الحلوه وشنو اخر؟ كلشي الطروفه راه الطروفه مزيانين يعني بلا ما نزيد اذا الاخ نبيل ما تحدثتش بزاف على يعني اش كيمثل هاد الطبق هذا بالنسبه
الاوروبيين والامريكيين، يعني هذا الطبق جيد جدا ضروري، يعني كله فيتامينات، كله اليات، كله بروتينات، يعني هذا شيء جميل انه يكون في الطبق المغربي ويساب منه العالم كامل وحسنه. يعني كنعرفوا كيفاش تيديروا الناس And as you can see, ladies and gentlemen, we're just peeling the cucumber. It's simple and easy. Barbie, al akhna bi shou kandir dabta? Kan kidrou qshra l lkhiyar. Tariqa sahla w wadha kima kanshoufou maana. Kan ghadi nqtou, ghadi يعني يمكن تشرح للاخوان كيف شنو هي الماده الاله اللي كنستعملوا في يعني في تقيلات يعني سهله وغير فيها فكره، يعني فكره اللي هي فيها ابداع. يعني احنا كنقول حيت اخويا ضرك فينا باش الناس يتفرجوا خير وضرك دابا هذا تكلم نتم بالكاميرا. يعني انا اللي كيعجبني في الشيف هو انه مهتم انه يوريكم شنو كيدير، وهذا يعني هذا كيفي انا هما جايين باش يشوفوا واش كندير ماشي يشوفوك نتايا. راه انت اش كدير تعطي على الهضره. المهم انا دابا كنهضروا على هذه الاله، هذه الاله فيها ابداع، فيها ذكاء، يعني انه كتقطع شوف الكاميرا يا فيها كتقطع بسهوله بسرعه سرعة هي شنو اللي نقول في هذه السرعة الأخيرة؟ هذه سرعة خيالية، يعني السرعة ديال 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 البرق هذه، يعني يعني تم الطريقة الإنسان باش كي يعني كيوجد وكيحضر يعني الأطباق ديالو كيخص تكون فيها واحد تكنيك وواحد الذكاء كبير جدا. يعني إذا رجعنا بحال اللاعبين ديال كرة القدم، فهمتيني؟ إلا ما كانش عندك واحد لا تكنيك ما كيمكنكش تلعب. لأن أنا هضرتي مع الأخ اللوزاني الآن، وقلت لي الاخ اللوزاني اش كيبان لك في اللعاب؟ الحاجه الاولى اللي الاخ اللوزاني كيقول هي يعني انا يعني جوج د الحوايج، غاتيقول لك ما عندوش اسيدي لا تكنيك ولا ناقص في الملوحه المعدنيه. حنا ما عندناش ناقص في الملوحه المعدنيه، عندنا لا تكنيك. اذا هنا كتعطيك القدره على انك تكون واحد الشاف يعني متميز و كما تنقولوا وعندك فعاليه في مجال الطبخ. نعم نعم اتفق معاك، تكون عندك ملوحة معدنية وفي نفس الوقت تكون عندك تقنيات مهمة، تقنيات لائقة و يعني جاري بها العمل في المجال العالمي للطبخ. هذا هو جميع المجالات، ماشي غير في الطبخ، جميع المجالات. يعني مجالات الأخ نبيل، يعني مجالات شنو يمكنك تذكرنا شوية المجالات اللي كتهضر عليها؟ مجال التجارة، يعني أنه باش تبيع خاصك تستعمل التقنيات والملوحه المعدنيه ضروري. هو كيما نقاطعوا الاخ نبيل كيما شفتوا، يلا قطعنا الخيار، دابا غندوزوا للبصله. بصله عاديه. شفت واحد البرنامج ديال الطبخ المغربي كيهضروا على ان كاين هناك واحد العاده ما عمري ما سمعت بها، ولكن الناس اللي داروا هذا البرنامج ديال الطبخ قال لي انها يعني عاده مغربيه. الاخ نبيل يمكن لي انت ما عندك مع العادات وخبير بالعادات التقليديه، تيقولوا بان فين تكون كتقطع البصله كيخصك دير تركب النظاظر ديال الشمس. واش هذه العاده يعني جاري بها العاده؟ او يمكن لك تفسر الناس علاش غير جاري بها العاده، يعني شكون جاب هذه العاده هذه دابا؟ مزيانه 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 مزيان